مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت جريدة أخبارنا الإلكترونية أن الفرقة الولائية للأبحاث الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء أحالت على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء يوم الأحد الشرطي المتهم بالتسبب في حادثة توفي فيها شاب وأصيبت خلالها فتاتان بجروح بليغة. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة أحالت المتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر قرار إيداعه بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي إلى حين محاكمته في جلسات مقبلة. هذا وسارعت المديرية العامة إلى إصدار بلاغ أوضحت فيه تفاصيل الحادث، كما دخل عبد اللطيف الحموشي على الخط وأعطى تعليماته الصارمة لفتح تحقيق شامل في هذه القضية لمعرفة جميع تفاصيلها، كما نبه إلى ضرورة التطبيق السليم للقانون من طرف رجال ونساء الأمن خلال التدخلات الأمنية. كرام لحظة وصول الشرطي الدراجي إلى سجن عكاشة في هذه الأثناء تحت حراسة أمنية جد مشددة، شرطي لتورط في حادثة سير مميتة التي وقعت يوم الخميس المصرم بمدينة الدار البيضاء، واللي راح ضحيتها الشاب عثمان البالغ من العمر قيد حياته 19 سنة.